نرحب بكم مرة أخرى مرة ثالثة حقيقة لمن شارك لنا من شارك معنا خامس مرة الخامسة على التوالي 1 2 3 4 لا هنا يعني 4 طبعا الباقيين 40 الشخص ولا المدرسة؟ المدرسة اشتركت 5 مرات ما شاء الله في حدث. نحن الآن في القبة الفلكية الدكتورية الفلكية. مدير القبة أستاذ الفلكي سليمان البوسعيدي من سلطة عمان، وهو أصلا مدير القبة الفلكية في شركة نفط عمان في سلطة. نتقدم باسمكم باسم الأولمبياد باسم طلاب الفلك لإدارة القبة الفلكية ممثلة بالأستاذ سليمان بالأخوات أمل وأم أحمد نوف بإدارة القبة على حسن الاستضافة وعلى استقبالنا. هذا المكان هو المكان الأجمل والأمثل لمثل هذه الأنشطة، سواء يعني صحيح أحيانا سنحتاج إلى يعني أماكن نكتب عليها، بس لا بأس في أماكن. أول جزء من برنامجنا اليوم راح يكون عرض فلكي، ووزع عليكم نظارات الثلاثية الأبعاد، راح تستمتعوا الآن بالعرض الفلكي. أثناء العرض الفلكي بيكتمل العدد إن شاء الله، ثم نبدأ نوزع عليكم مادة الأولمبياد ونعطيكم تعريف عنها. سيشاركنا في الأولمبياد اليوم أكثر من جهة، السنة هاي حاولنا نجمع معظم الجهات التي تعمل بالفلك. ليش؟ لأنه الأحداث الفلكية التي سنشهدها خلال شهر نوفمبر وشهر ديسمبر هما حدثان يعني تاريخيان بالنسبة لدولة قطر، خصوصا كسوف الشمس اللي هو 26 ديسمبر. هذا يعني كسوف تاريخي بالنسبة لمنطقتنا وبالنسبة خصوصا للبلد، ولذلك حاولنا نجمع كل أطياف الناس اللي تشتغل بالفلك، من دار التقويم القطري، من تلسكوب سوق واقف، من نادي علم الفلك في جامعة قطر طبعا، والصروح الكبيرة القبة الفلكية ثريا هنا، زائد اللي هي يعني أنا ممثل للاتحاد العربي لعلم الفضاء والفلك، صندوق القطر اللي رعاية البحث العلمي، ووزارة التربية. يعني هذه صروح من نزولا إلى أعلى يعني الهرم، يعني إحنا نتكلم عن الوزارة خلاص، يعني أعلى شيء بالنسبة لنا إنه في النهاية المستهدف هو الطلاب. احنا الان راح نستهدفنا حوالي 400 طالب كالعاده. المدارس اللي سجلت حتى الان ولم يكتمل تسجيل المدارس الانترناشونال بسبب انهم معطلين حوالي 73 مدرسه. ف 73 مدرسه، سياسه الاولمبياد راح نتكلم عنها بعدين، بس راح المهم انه بيهمني انه كل الناس تحضر الانشطه. والانشطه هاي لما يجي وقت الشرح عنها بتكلم لكم إن شاء الله بشكل مستفيض عن الموضوع. الجزء الأول سيكون عرض فلكي يتبعه الشرح العلمي لمادة العبور، ثم الشرح العلمي لمادة الكسوف بعد الاستراحة الأولى، وسيشارك بها الدكتور بشير مرزوق الفلكي في دار تقويم القطر. وهذا من يعني اللي بنحاول إنه نعمله غير السنة هاي في قضية يعني تقديم الأولمبياد، وإن شاء الله أمورنا يعني زي ما تعودتوها، بس يعني بتغيير بعض الإجراءات، خصوصاً أن الأحداث الفلكية ليست مقتصرة على الطلاب. الآن عندنا حدثين عامين كبار، خصوصاً الحدث الثاني اللي راح يشارك فيه ألوف الناس، وراح تتوزع نظارات الكسوف بألوف الأعداد، فلذلك ارتقبوا هذا الحدث. أستاذ سليمان معك الميكروفون، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق نحن سعيدين نجدكم اليوم معنا في قبة ثريا الفلكية. طبعا واضح صوتي؟ واضح. واضح انك تقول لي الخلف واضحين. قبة ثريا الفلكية طبعا افتتحت اليوم الوطني في 15 ديسمبر، اقل من عام الان، الحمد لله اكثر من 27500 شخص زارونا. حقيقة الأمر هي فرصة جميلة لكم الواجهين كمدرسين هنا للاستفادة من قبة الثريا الفلكية بالنسبة للعروض الموجودة. طبعا حاليا عندنا 5 عروض، عرضين بالثري دي، عرض اللي بنشاهده الحين عصر فجر عصر الفضاء، ونعتبره
الاتحاد السوفيتي والامريكان لحد ما وصلوا سطح القمر، وكيف كيف يعني ما استفادت منه البشريه في التجارب الى اخره. العرض الثاني ايضا 3D هو رجل الفضاء، وهذا يبني الطلبه خاصه يكونوا رواد الفضاء ومهندسين في مجال الفضاء اذا افتقر فيه احنا كدول عربيه. العرض الثالث هو عرض الكون، حدث الكون خصوصا متقدم نوعا ما، طبعا عرض ثنائي في المنظرات. وايضا عندنا عرضين للاطفال، هو الكوكب المثالي الصغير واللي يتحدث عن المجموعات الشمسيه والكواكب الداخليه والكواكب الخارجيه والكواكب القسمه بشكل كرتوني. وايضا عندنا عرض حراس الفضاء جولر اللي فيه المحافظه على، طبعا ايضا موجود في النظام الى الان اثنين من استخدامه، نظام ستيم مدرسين سكتش على ستيم. عندنا مثلا على سبيل المثال الجلو الدوري، يمكن من ظهر الجلو الدوري نفس الحجم هذا اكثر التفاعلات الى اخره، حتى في البيولوجي بالاحياء نفس الشيء، والكيمياء عندنا بنفس الشيء. وعندنا ايضا في المواضيع الفلكيه مواضيع الارض، حتى موضوع الالوان، موضوع الصوت في قياس ارتباط الصوت الى اخره. طبعا هذا كله استخدامه، طبعا انا ما متخصص في هذه المجالات الاخرى، فنطلب منكم انتم اي واحد عنده في هذا المجال يمكن يزورنا قبل ننسق اي محاضره اي درس للطلبه في هذا المجال، لان الحقيقه لم غير مطلع على مناهج العلوم اللي موجوده في دوله قطر، واعتقد ما هي مختلفه كثير. فنتمنى ان شاء الله استفاده. قبل ان نبدا عرضنا نحب ننوه خارج الطوارئ نتمنى اللي يريد يصور يضايق على بنعملكم حاجة تقديمية لمدة 4-5 دقائق عشان نوع من الخاص بطاقة الفلك، وبعد ذلك إن شاء الله يكون العرض وبعد ذلك نتمنى إن شاء الله تستفيدوا وتستمتعوا في نفس الوقت. وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى.
مكان على سطح الأرض ولن يبعد عنك الفضاء أكثر من 100 كيلومتر. عند هذه المسافة ستكون قد اجتزت الغلاف الجوي للأرض وأصبحت رسميا رائد فضاء. 100 كيلومتر أي أقل مما يقطعه بعض الناس يوميا ليصلوا إلى عملهم، ومع ذلك لم يكن ممكنا قبل 50 سنة فقط الصعود إلى هذا الارتفاع. عقود من البحث لتطوير المركبات الفضائية مكنتنا وللمرة الأولى في تاريخ الجنس البشري من مغادرة الكوكب واستكشاف ما هو خارجه. لقد منحتنا التكنولوجيا الوسائل للإفلات من الجاذبية الأرضية والترحال خارج عالمنا، لكن ماذا عن العاملين في هذا المجال؟ ما هي متطلبات الانضمام لهذه الرحلات المذهلة؟ ما هي متطلبات أن تصبح رائد فضاء؟ قبل أن يصبح أي شخص رائد فضاء عليه أن يجتاز سنوات من التدريب البدني والعقلي إن تطوير المهارات المطلوبة
هو عملية طويلة تبدأ قريبا من سطح الأرض وتحديدا تحت الماء. هذا خزان تدريب على الطفو المتعادل، بركة سباحة عميقة جدا مليئة بنماذج تحت مائية للمركبات الفضائية والروبوتات. الطفو المتعادل هو حالة لا يغرق فيها الجسم ولا يطفو. باستخدام توليفة من الأوزان وأجهزة الطفو يتم تعليق رواد الفضاء في حالة من انعدام الوزن تحت الماء. لمحاكاة ظروف البحثة الفضائية الفعلية يتم استعمال بدلات فضاء حقيقية. هذه البدلات الضخمة والثقيلة تتيح مجالا محدودا للحركة وتمنع أي اتصال عن طريق اللمس. إن الاعتياد على هذه القيود يتيح لرواد الفضاء الاستعداد للمهمات المعقدة المطلوبة في الظروف القاسية وانعدام الجاذبية في الفضاء. ولكن من أجل محاكاة فعلية لانعدام الوزن واختبار تأثيراته على العقل والجسم البشريين، فإننا بحاجة للانطلاق نحو الأعلى. هذا هو مذنب القيء كما يحب البعض تسميته. لمحاكاة الجاذبية القريبة من الصفر على الأرض، فإن علينا إبطال ومعادلة قوى الجاذبية التي تشدنا إلى الأرض، ويحقق مذنب القيء ذلك عن طريق الصعود إلى ارتفاعات شاهقة ومن ثم الغوص عائدا إلى الأرض على شكل منحنى متزايد الانحدار يسمى القطع المكافئ. في خضم هذا السقوط الحر تصل المركبة الفضائية إلى السرعة التي تجبر فيها الجاذبية الأرضية المركبة على العودة إلى الأرض لتمر بمرحلة من انعدام الوزن، ويشبه ذلك التأثير الذي تشعر به عندما تقود السيارة بسرعة كبيرة فوق جسر شديد التحدب. وإذا تخيلت استمرار ذلك الإحساس 20 ثانية ستدرك سبب تسمية مذنب القيء بهذا الاسم. انعدام الجاذبية ليس السيناريو الوحيد الذي على رواد الفضاء التدرب عليه، فأثناء عملية الانطلاق إلى الفضاء والعودة إلى الأرض سيتعرضون لتأثير قوى جذب تفوق قوى الجذب الأرضي بعدة أضعاف. تتسارع الكبسولة الموجودة في نهاية ذراع الطرد المركزي العملاق هذا، وكلما زاد سرعة دوران الذراع كلما زاد إنتاج قوى جذب أو ما يسمى قوى التسارع. في عملية الإطلاق العادية يتعرض رائد الفضاء لجاذبية تصل إلى 3 أضعاف الجذب على الأرض. وإذا سبق وأن ركبت العجلة الدوارة في مدينة ملاهن فربما تكون قد تعرضت لهذا المقدار من الجذب، لكن للحظات قصيرة. بينما خلال عملية الإطلاق على رواد الفضاء تحمل هذه القوة ل8 دقائق صعبة. كلما زادت قوى الجذب ظهرت مشاكل أكبر. إن التعرض ل6 أضعاف قوة الجاذبية الأرضية لأكثر من 1/4 ثوانٍ يمكن أن يسبب غباشاً وتضيقاً في الإبصار وفي النهاية إلى الإعتام. مع انتهاء التدريب ستصبح أخيرا مستعدا للانطلاق إلى بيئة الفضاء الضارية وتأدية مهام رائد الفضاء. مع انعدام الهواء ودرجات الحرارة التي تتراوح ما بين التجمد والغليان، على رواد الفضاء ارتداء بدلات فضاء ذات تصميم خاص لحمايتهم. تحت بدلات الفضاء هذه توجد شبكة معقدة من الأنابيب تقوم بضخ الماء البارد والساخن على سطح الجلد باستمرار لتنظم درجة حرارة الجسم. كما تعمل بدلة رائد الفضاء كبيئة ضغط مصغرة تمده بالأكسجين وتحميه من خواء الفضاء. بدلات الفضاء تحمي رواد الفضاء من التأثيرات الخارجية للفضاء، ولكن ماذا عن التأثيرات الداخلية؟ لقد تطور البشر عبر ملايين السنين ليتكيفوا تماما مع ظروف الأرض،
ومع الغياب المفاجئ للجاذبية يبدأ الجسم بالتكيف. النتيجة الفورية لهذا التكيف هي حالة شبيهة بدوار البحر، فداخل الأذن الداخلية توجد آلاف الشعيرات الدقيقة والبلورات الصغيرة المسماة بالحصيات الأذنية، وظيفتها موافاة الدماغ باستمرار بالاتجاه إلى الأعلى، لكن دون جاذبية لا يوجد أعلى أو أسفل. هذا الخلط بين ما تراه أعينهم وما تشعر به أجسامهم يؤدي بثلثي رواد الفضاء تقريبا إلى الإصابة بالغثيان، ويمكن أن يستمر غثيان الفضاء هذا 3 أيام قبل أن يصلوا إلى التوازن الفضائي، ويمكن خلال هذه الفترة الزمنية أيضا أن يتأثر الجهاز القلبي الوعائي. على الأرض تدفع قوة الجاذبية الدم للتجمع في القدمين، وبغياب الجاذبية يتجمع الدم والسوائل في الصدر، مما يؤدي بالقلب إلى التضخم والإبطاء في ضخ الدم. كلما زاد الوقت المقضي في الفضاء كلما قلت حاجة الجسم لعظام كثيفة وعضلات كبيرة وقوية. على الأرض تبرز أهمية الهيكل العظمي للدعم والحماية والحركة، والعظام القوية والكثيفة تعتبر أساسية لمنع الإصابة. تضاءل الجاذبية يقلل الحاجة للهيكل العظمي، ونتيجة لذلك تنخفض كثافة العظام ببطء. يرق التركيب المسامي للعظام لتختفي ذرات الكالسيوم بمعنى الكلمة، وكل شهر يتم قضاؤه في الفضاء تفقد العظام 2% من كثافتها، ونتيجة لذلك تصبح العظام هشة بما يشبه أعراض هشاشة العظام. في الفضاء يحدث أيضا فقدان للعضلات، فبدون الحاجة للتغلب على قوة الجاذبية باستمرار تقل الحاجة للعضلات بشكل كبير. لمحاربة فقدان العظام والعضلات وتجنب الآثار طويلة المدى لدى العودة إلى الأرض، على رواد الفضاء ممارسة التمارين الرياضية يوميا في صالات رياضية فضائية خاصة. الجاذبية الضئيلة وتأثيرها على الجسم البشري ليسا العقبتين الوحيدتين، بل تكمن في الفضاء أخطار مباشرة أكبر. هذا هو تشاد، موضوع اختبارنا، وكان تشاد قد تطوع لعرض مدى خطورة الفضاء. الفضاء عبارة عن حيز من الفراغ، وهذا يعني انعدام الهواء، وعندما لا يكون هناك هواء لن يتمكن تشاد من التنفس. إذا انفصلت شاد عن مركبته الفضائية لأي سبب كان، فقد ينجرف بعيدا ولن يرى بعدها أبدا. وإذا ما تمزقت بدلة شاد الفضائية أو ثقبت في الفضاء، فستنتهي مهنته كرائد فضاء. الفضاء شديد البرودة، حيث تصل الحرارة إلى 150 درجة مئوية تحت الصفر، وبدون بدلة فضائية خاصة سيتجمد تشاد في غضون ثواني. الفضاء في مجمله فارغ، ومع ذلك هنالك بعض الأجسام فيه التي على تشاد أن يحضر منها. الجسيمات النيزكية الدقيقة هي عبارة عن صخور متناهية في الصغر تسبح بسرعة في الفضاء يصعب تتبعها وتجنبها. النيازك الأكبر حجماً هي الأخرى تندفع بعنف عبر المجموعة الشمسية، إلا أن حجمها يجعلها أسهل تتبعاً وتجنباً. إن كل شيء تم إطلاقه في الفضاء لا يزال موجوداً فيه. هناك قرابة 4 ملايين قطعة منفصلة من الخلدة الفضائية تدور حول الأرض. بالإضافة إلى الحرارة ترسل الشمس إشعاعات كهرومغناطيسية كما في فرن الميكروويف
على الأرض يقوم غلافنا الجوي بتصفية هذه الإشعاعات الضارة، وكل ما تحتاجه هو المرهم الواقي ونظارات شمسية وقبعة. لكن في الفضاء وبدون حماية توفرها بدلة فضاء حقيقية، فإن تشاد سيطهى بمعنى الكلمة. هناك نوع أكثر ضرراً من الإشعاعات يأتي من الفضاء البعيد على هيئة أشعة كونية، وهذه الإشعاعات لا يمكن اتقاؤها، وهي قادرة على تشويه أو تدمير الحمض النووي. ومع ذلك فإن المكان الأشد خطورة بالنسبة لرائد الفضاء ليس الفضاء الخارجي، وإنما هنا على الأرض. وقد وقعت إصابات ووفيات على منصة الإطلاق أو بعد الإطلاق بقليل أكثر من أي وقت آخر. في بداية عصر الفضاء لم يمض رواد الفضاء فيه سوى فترات قصيرة نسبيا، وقد كانت البعثات الفضائية قصيرة لا تستغرق في العادة أكثر من بضعة أيام. إنشاء المحطات الفضائية أتاح إمكانية قضاء وقت أطول بكثير في العيش والعمل في الفضاء. ولكن ماذا يفعل رواد الفضاء عندما يكونون في الفضاء؟ كيف يتكيفون مع الحياة اليومية في هذه البيئة الفريدة من نوعها؟ الأعمال اليومية التي نمارسها على الأرض بكل بساطة هي هناك شديدة الصعوبة. هذا هو سلوك الماء في الفضاء. تخيل أنك تحاول الاستحمام أو استعمال المرحاض حيث تسبح السوائل مبتعدة. إن الجزء الرئيسي من عمل رائد الفضاء هو إجراء الأبحاث والتجارب العلمية، ويتيح انعدام الجاذبية الفرصة لدراسة العلوم بطريقة يستحيل تطبيقها على الأرض. إن الاحتفاظ باللياقة البدنية أمر حيوي لصحة رائد الفضاء. على رواد الفضاء ممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف يوميا على الأقل لتقليل الآثار طويلة الأمد المترتبة على وجودهم في الفضاء. من الضروري أن تجرى أعمال الصيانة الدورية والتحديثات للمحافظة على البيئة الحساسة للمحطة الفضائية، فأصغر مشكلة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إزهاق حياة. المعرفة التي اكتسبناها خلال استكشاف الفضاء في العقود القليلة الماضية وحدها كان لها تأثير هائل على حياتنا. وسائل الاتصال الفورية بين مختلف أرجاء العالم والمواد المتقدمة وتكنولوجيا الحاسوب ما هي إلا بعض المنتجات الملموسة لعصر الفضاء. إن كل خطوة نخطوها في الفضاء تغير فكرتنا عما هو ممكن، ويتعدى استكشاف الفضاء الحدود ويوحدنا جميعا في هدف مشترك واحد يكمن في الاكتشاف. كم كانت حياتنا ستختلف لو أن أجدادنا لم يخوضوا غمار هذه التحديات
والمغامرة في المجهول. إن الاستكشاف كان ولا يزال مغامرة خطيرة تنطوي على مخاطر كبيرة، وقد قاد حب الاستكشاف الجنس البشري عبر التاريخ لاكتشاف جبهات جديدة. بهذه الروح كان المستكشفون دائما يبنون علاقتهم بالنجوم التي كانت المرافقة الدائمة لهم، حاضرة دائما ودائما بعيدة المنال. وقد كانت يوما منارات للبحارة عبر المحيطات الواسعة خلال بحثهم عن الأرض الصلبة في العوالم الجديدة. ولكن ماذا يخبئ المستقبل لرواد الغد؟ وهل سيأتي اليوم الذي ستمكننا رغبتنا في سبر أغوار المجهول من تجاوز مجرد النظر إلى النجوم إلى التنقل فيما بينها؟